أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم الجمعة أنها تملك أدلة على مواصلة روسيا نشر معدات عسكرية لها في ليبيا عبر مجموعة فاغنر. الأفريكوم عبر موقعها الإلكتروني نشرت صورا عبر الأقمار الصناعية تظهر طائرات قتالية وأنظمة دفاع جوي ومدرعات روسية مضادة للألغام بكل من سرت وقاعدة الخدم القريبة من المرج في شرق ليبيا، مشيرة إلى أن نوع وحجم المعدات يظهران سعي روسيا لإنشاء موضع قدم لها في ليبيا. أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على ضرورة محاسبة مرتكبي المقابر الجماعية بترهونة والمسؤولين عنها وزارعي الألغام بالعاصمة طرابلس. جاء ذلك عقب محادثة هاتفية بين السراج ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وأعرب الأخير عن حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للمسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين. أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الجمعة على مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد على ضرورة فتح حقول وموانئ النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. جاء ذلك عقب لقاء جمع السراج بالسفير الأمريكي لدى ليبيا لدى تركيا بمقر إقامته في اسطنبول، حيث اتفق الجانبان على الحل السياسي للأزمة الليبية وضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين. كما تناول الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. في خبرنا الأخير، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وأضاف المركز في بيان له تسجيل 110 إصابات بالفيروس من أصل 1473 عينة تم فحصها من قبل المختبر المرجعي، فيما سجلت 3 حالات شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 2424 وحالات الوفاة إلى 57 حالة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.